عندي واحد من قرايبي ايه؟ وانا اشتغل بمعمل مال جلود حلو. فعجبه يجيب لي هديه. جاب لي احزام جلد. والحيه شنو هذا؟ قال لي مع الحيه. لي فد يوم كشخت بدلت لبسته وطلعت وانا دا اتمشي احس نغزات صارت ببطني. قولون اشتغل؟ لا لا فاحص ما عندي. لا هذا خاف دائده الزوديه. لا 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 مو دائده شكات. شكات قويه صارت. هاي شنو؟ هاي شنو؟ صرت على صحفة قلت خل تأكد شنو الموضوع. أنا فتحت الحزام إيه جريته وما أحس لك إلا الحية سوت لي إيه. هاي شنو هاي؟ الحية مذهبها مسوي. خادك خلكم سوي على الحزام. هذا الحزام هيك كلب بيك. شكني هنا. المهم سلعت السني هيك على السريع تلاويت وياها تلاويت وياها وضربتها بالقاع إلى أن فصت وماتت. لفيتها بكيس حطيتها ورجعت له. القرايبي قلت لها كل زم هاي الحياه بعدها عدله زين ارواح الناس مو لعبه وقتلوها يلا تدبقوها. والله عبدت سبع سبع يا به. فد يوم اني اشتريت قمصره جلد جلد مال مال غنم مال غنم اصليه مالي. فقوم لبستها ورحت العرس. عيني بالعرس اسمع ماع اي طبعا ذابحين عرس وذابحين. لا مو ذابحين قبل لا اجي اني شنو ذابحين اكو طلي قال ماكو ولا طلي والنوبه شنو اشوفها تحوت بيها وين هذا الشيء الاخضر مثل واحد لابس ستره خضراء توديني هي بخمصره توديني وتحب الجد. قلت شنو هاي معقوله؟ ما دورنا قربنا البيت ماكو. سويت فتحت السحاب هالشكل باوع ويطلع راس مال طلي هنا. شنو هاي؟ هذا هو 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 اللي يا طابخي داري شنو ما ذابحه مسوي قمصه. شنو هاي معقوله؟ وداعتك ليش تكذبني يا ابو عافيته هوريتي. وديتها للبيت قلت للمره قلت لها هاي سوي لنا تشريبه. طبختها ذاك التشريب تخبط طبخ بس خباص. طيب انا صارت وياي مشكله. شلون؟ فد يوم اشتريت حذاء جلد بالبط اصلي يصير خفيف. هذا خفيف وطبي حتى الجهال خطيب بالبيت مرات يلعبون طبي نو طبي نو يلبسونه. عيابة كل ما اريد اروح للدوام امشي بس بعيب واحد. شنو؟ نمشي وادوس بالقاع اسمع خاف تدوس حيل. لا على كيف بدي امشي هسه مو مشكله هنا امشي قام يذب ريش يذب ريش الريش قام يشكني. لبست عمي قلت مو مشكله ارجع للبيت غير انام ازع الحذاء اقعد الصبح القى حذائي سابح بالنهر. حيل يروح للنهر ما اعرفه. الاجيبه بلل انشفه وهب يرجع للنهر. هذا الواحد ذا شلون يروح للنهر؟ ما اعرف مال بط مال بط. قلت هاي دوخه خلي ابيع الحذاء خجنوا العالم كل ما امشي واق واق. قعدت الصبح فتحت الكتور والقى لك الحذاء مبيض. شنو مبيض؟ بيض احذيه مال اطفال صغار ويا هالريش مسيحه قبض قبض قبض. بس الحلو اجعلك تحبوتي حمد حمد لا شوف حبودي طلع على الريش لا.